نفعل الخير وافعلوا الخير. ال 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 ما انواع الصدقات الجاريه؟ وهل هناك صور مفضله عن صور في الصدقات الجاريه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. الاول عاوز اقول لحضرتك وللساده المشاهدين ان ردود الافعال جات لي كثيره او كتير جدا بسبب الحلقه بتاعت الصدقات الجاريه. وهذا شيء يعني شرح صدري ويعني وجعلني في فرح من امري، لان الناس ما صدقت ان تسمع حاجه عن شيء ينفعها في الآخرة، وقبل أن ينفعها في الآخرة ينفع الناس في الدنيا. لأن الصدقة الجارية بقدر نفعك للناس وامتداد هذا النفع يكون لك الأجر ممتدا إلى ما بعد موتك يوم القيامة. ومن هنا بنقول الانطباع اللي جه الجميل اللي خلى الواحد مبسوط، الناس بتسال بقى، ابتدت تسال كتير، وايه انواعها وايه افضل، زي ما انت حضرتك كده يعني ايه، كان حضرتك يعني قايس النبض بالظبط، وانبسطوا جدا. ليه؟ وده معناه الشعور الطيب اللي عند الناس اللي عاوزين يعملوا الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ده جميل جدا، وابتدوا يتواصلوا على الصفحه معايا او الواتس او التليفون او غيره، او يقولوا للناس ويبلغونا ان الصدقات الجاريه نعمل ايه؟ وتواصلوا انا معايا برضه. طيب شوف الجمال، يعني الجمال، يعني احنا دايما الاضافه الجمع بنجمع دايما. وده لا بنشوف الناس عاوزين ايه وبنعمله. الحاجه الثانيه هم بيجملوا المساله وبيخلوها اجمل. صحيح. ويخلوك يتواصلوا وبيقولوا لك ايه؟ ان سيدنا كما قال سيدنا النبي الخير في وفي امتي الى يوم القيامه. ايوه. الصدقات الجاريه احنا عشان يعني نذكر الساده المشاهدين بملخص بتعريفها، قلنا وهي التي هي صدقه تعطيها تدوم منفعتها غالبا، النفع بتاعها يفضل مستمر بعد موت الانسان، واجرها يدوم بدوام نفعها. ليه غالبا؟ حضرتك قلت غالبا، لان الدائم والله عز وجل. عشان كده اقول غالبا لازم ننضبط عندنا، وقال لك يعني تجعل القاعده اغلبيه. فعشان كده بنقول ان غالبا عشان خاطر ما فيش حاجه دائمه في الدنيا. صحيح. الدوام لله وحده، وتوكل على الحي الذي لا يموت. الحاجه الثانيه عشان بس برضو نلخص للساده المشاهدين اللي ما سمعوش، نعرفهم ان الصدقه الجاريه بتنفع لحاجتين او من شخصين، من شخص حي لنفسه يفعلها لنفسه في حال حياته ويمتد نفعها الى ما بعد مماته، ودي اجمل الصور. واحد ما لحقش نفسه يعمل ايه؟ قال لك خلاص اقرباؤه احبابه اولياؤه ذو رحمه اي حد قال لك يعملوا له صدقة جارية. تنفع؟ تنفع وتجوز. الفرصة قائمة. الفرصة قائمة. لذلك احنا قلنا، وانا قلنا ورشة عمل، وهنقولها برضو الاسبوع ده بس هتكون متطورة شوية، ورشة العمل نعمل ايه؟ الصدقة الجارية انواعها كتير، بس كلها تدخل تحت حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا قلنا للسادة المشاهدين، اوعوا تنسوا حلقة في ودنا، يعني اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث. أول حاجة شوف قالها سيدنا النبي، صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. الثلاث حاجات دول أي عمل بقى يخش تحت الحاجات دول داخل. بعضهم قال ده 10 خصال وردت في الأحاديث الأخرى، ماشي، بس هتلاقي العشرة هينزلوا تحت الثلاثة دول مندرجين داخل طبعاً. هذه العناوين الرئيسية الهيدلاينز دي. ولذلك هقول لحضرتك العنوان الأولاني الصدقة الجارية. شوف بقى، شوف الجمال، صدقة جارية وعلم ينتفع. طب ما هو العلم ينتفع به ما هو صدقة جارية، طب ما هو ولد صالح يدعو له صدقة جارية، كأن العنوان واحد. ايه هو؟ الصدقة الجارية. واللي يدخل تحتيه فرعين اللي هو علم ينتفع به وولد صالح يدعو له. والعلم اللي ينتفع بيه ده حضرتك هقول لك بقى يجي تحتيه ايه وتحتيه ايه، والصدقه الجاريه نفسه. بس المهم الموضوع، راس الموضوع الصدقه الجاريه، وتحته العلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو لابيه وامه بعد موتهما. اسمح لي في